شباب تانية ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة وسلام. تعالوا نكمل موضوعاتنا في البايو ان شاء الله في الاكسكريشن، ولكن المرة دي اكسكريشن امبلانت او الاخراج في النباتات. هل الويست برودكت اللي موجودة في جسم البلانت ممكن تبقى ازمة بالنسبة له، تبقى سيريس بروبلم كده وتعمل امراض وممكن النبات يموت؟ ايوه ولا لا؟ ده سؤال عايزين نجاوبه. ولو كانت في مواد وسط النبات يا ترى بتخلص منها ازاي؟ كل ده واكتر تعالوا نتعرف عليه ان شاء الله باذن الله في حلقه النهارده. اتمنى تكونوا منتبهين ومركزين، خليكم معانا. اهلا بيكم شباب تانية ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بسرعه نتكلم عن اكسكيوشن امبلانت او الاخراج في النباتات. زي ما انتم خدنا قبل كده الاكسكيوشن الانيموس، تحديدا الاخراج في الانسان، هنتكلم النهارده عن الاخراج في النبات، اكسكيوشن امبلانت. اول حاجه الاكسكريشن في البلانت مش بيمثل اي مشكله بالنسبه له، doesn't cause any serious problem، ما بيعملش مشكله بالنسبه للنبات. طب ليه؟ عندنا سبع اسباب يخلوا ان الاكسكريشن بالنسبه للنبات مش ازمه او معضله. اول حاجه، معدل الهدم او ريت اوف كاتابوليزم عند النبات اقل بكتير من معدل الكاتابوليزم عند الحيوان، خصوصا لو كان نفس الوزن. يعني لو جبنا نبات وزنه 70 كيلو جرام وانسان وزنه 70 كيلو جرام، هنلاقي انه تراكم الويستس في النبات اقل كتير من الايه، من الحيوان، نتيجه انه النبات معروف دايما بان هو بيعمل انابوليك ميتابوليزم او تفاعلات بناء اكتر من تفاعلات هدميه. تمام. اما من ضمن ده اول سبب. ثاني سبب بنقول ان جرين بلانت يقدر يعمل ريوز او ريسايكل كده للمواد اللي هو كسرها، يعني مثلا الكربون دايكسايد اللي خرجه من الميتوكوندريا في عمليه الحرق هو والووتر، يقدر يعيد استخدامه مره ثانيه في وجود السن لايت ويبنيه مع جوه الكلوروبلاست ويعمل عمليه الفوتوسينثيسيس. يبقى ده معناه ان جرين بلانت يقدر يستخدم الفضلات اللي هو كسرها قبل كده زي الكربون دايكسيد ووتر، ويبتدي مره ثانيه يعني يدخلها في عمليه الفوتوسينثيسيس. بلس ان النيتروجينيوس ويست برودكت اللي بتتكون اللي بيكونها النبات بيعمل لها سينثيسيس او يعيد استخدامها مره ثانيه في البروتينات المطلوبه لدى النبات. كمان بقول انه الميتابوليزم بتاع البلانت مبني دايما على الكربوهيدرات اكتر من البروتين، والفضلات بتاعت الكربوهيدرات بتكون مور توكسيك او اكثر سميه من البروتين. تمام. اغلب شغل النبات بروتين يا كربوهيدرات يا جماعه، عذرا. فده معناه انه ما عندوش ازمه هيمشي النيتروجينيوس ويست برودكت منين، لانه اصلا شغله مش معتمد على البروتين، بيعتمد اكتر على السكريات وتقسيمها وتكسيرها. كمان بنقول ان الميتابوليك ويست زي الاورجانيك سولت والاسيد دي بيحصل لها اكيوميليشن في صوره ايه؟ انسولو كريست. كمان الميتابوليك ويست زي ما اتفقنا زي الاورجانيك سولت والاورجانيك اسيد، دول يا جماعه بيتخزنوا في السيتوبلازم والفاكيول في حاله انسولد كريستلز، يعني كريستالات غير قابله الى الذوبان. طبعا الكريستالات دي بتتراكم جوه جسم النبات من غير ما تعمل اي هارمز او اي حاجه، فيعني انت مش اي مشكله، بالعكس. ده انا عايز اقول لك ان النوت مهم قوي، ركز معايا وركزي معايا. لان النبات يقدر عن طريق استخدام الاورجانيك سولت والاورجانيك اسيدز دي ان هو يمتص، يعيد امتصاص الميه مره ثانيه. كمان بوضح انه اغلب النباتات يا جماعه بتتخلص من الكربون دايكسيد جاز وبعض المينرالز عن طريق الروت. طبعا كمان عايز اقول حاجه ثانيه سريعا، ان بعض النباتات ممكن تراكم الكالسيوم في الورق بتاعها، وبعد كده الكالسيوم ده الورقه تتساقط مثلا في موسم الخريف مثلا، وبعد كده ايه اللي يحصل؟ خلاص اللي اتكون النبات وحطه في الكالسيوم غصب عنه في الورقه بيرجع يرجعه مره ثانيه، وبعد كده انا خلصت من الوسوس ما كنتش محتاجه، فضل بس من فضلات. كمان عايز اوضح ان الكربون دايكسيد اللي بيكون في الريسبيريشن والاكسجين بيكون الفوتوسينثيسيس، الاثنين بيطلعوا من فتحات اسمها الاستوميتا اللي موجوده في مين؟ اللي موجوده في اللور سايد او اللور سيرفيس بتاع الليف. كمان بوضح ان النبات بيتخلص من الميه في حالتين، في حاجه اسمها ترانسبيريشن وده خروج الميه ان فورم اوف ووتر فيبر اهو، وفي حاجه ثانيه اسمها جيتيشن ودي عباره عن خروج الميه ان فورم اوف ووتر دروبس او ووتر دروبلتس اهو، وهي نقط ميه. الكابتيشن او الادناع سريعا هو خروج الميه يا جماعه في السيزون بتاع الايه، السيزون بتاع السبرينج، ات ذا اند اوف سبرينج سيزون، وفي الايرلي مورنينج في الصباح الباكر اهو. بصوا كده، بصوا كده، تحسوا ان النقط دي لما بتتجمع حوالين الورقه تحس ان الورقه مدمعه، عشان كده سميناها ادماع. ادماع طبعا المسؤول عن خروج الميه دي جهاز خاص اسمه هايدروثرويد. هايدروثرويد جهاز دمعي بيفتح عن طريق نقط هنا يا جماعه، بتتجمع الميه هنا تفضل ماشيه في الانابيب وبعد كده تطلع هنا على السطح
وبكده اجي اقول لك انه ايه النبات دمع او خرج الميه الزياده ان دي فورم اوف ووتر دروبلتس. اهو بص كده حضرتك اكتر من حته اهو بص كده بص اهي ميه بالشكل ده. خد بالك ان الميه دي ما كنتش ميه بيور يعني ميه فيها شويه سولت او ديبوزيشنز مواد ثانيه مترسمه فيها. لو حصل الميه دي ايه ايفابوريشن رابيدلي او كويكلي الايه هيحصل بريسيبتيشن او هيحصل ديبوزيشن او ترسيب لبعض المواد اللي احنا مش محتاجينها على الورقه, ودي طبعا هتبقى ازمه بالنسبه لنا. كمان الترانسبيريشن بقى دي يعني حلوه قوي وجميله قوي انه الميه النبات يا جماعه بيفقد ميه, بس المره دي مش دمعات بقى في صوره ميه ليكويد فورم, لا هنا ووتر فيبر يعني بخار ميه زي ما انتم شايفين كده اهو تقع الشمس على الليف تطلع في صوره ايه ووتر فيبر. طيب الترانسبيريشن بيتم اما عن طريق الاستوميتا ودي عباره عن فتحات موجوده في الليف زي ما انتم عارفين فبنسميه استوميتال ترانسبيريشن, وده بيشكل حوالي 90% من اجمالي الميه المفقوده. هي يا جماعه استوميتد ترانسبيريشن, وادي هذه الصوره البسيطه الجميله اللي قدامكم توضح هذه الفكره. ادي صوره دي الصوره دي شايف الشكل ده هو ده الاستوميتا او مفرد الاستوما ويعني الثغره. تمام في منه ثغور كتير كده على اللور سيرفيس بتاع الايه الليف وبتطلع الميه في صوره ووتر فيبر. كمان اهو ادي صور ليه اكتر واكتر الفتحه دي نفسها يا جماعه في الاستوميتا عشان نتخيل اكتر واكتر الشكل عامل ازاي. في بعد كده كمان نتح كيوتيني او كيتيك ترانسبيريشن يعني خروج النتح او الميه من النبات بس من عن طريق الطبقه الواكسي اللي اسمها كيوتن. الطبقه الواكسي اسمها كيوتن ده لا يمثل اكتر من 5%. يبقى خد بالك وانت جاي تركز يبقى الاستوميتا كانت عملت كام؟ الاستوميتا عملت 90% ودي عملت يعني 9% غالبا النتح العديسي او لنتيكولر ترانسبيريشن. لنتيسلز تعني عديسات, وعديسات هي عباره عن شقوق او تصدعات او خبطات كده موجوده في البارك او موجوده في الستيم بتاع النبات وغصب عنه يا جماعه بيطلع ايه ميه بنسب قليله حوالي دوت اكسيد كام 5%. يبقى لما تجمعهم كده التوتال يطلعوا حوالي 100% من الميه طالعه عن طريق الترانسبيريشن. اقول تجربه سريعه بتعبر عن الترانسبيريشن امبلانت. اهو زي ما انتم شايفين كده عملت ايه, جبت نبات وغطيته من تحت كده بمواد معينه بمواد غالبا من الجليسر كده او مواد فيزلين لازم مواد شمعيه, وبحط مكوس زجاجي بالطريقه دي وبسيبه شويه يعمل ترانسبيريشن. بلاقي جوه يا جماعه قطرات من الميه بقت موجوده. طب انت متاكد انها ميه يا دكتور؟ هقول لك تعالى نسال كده في الكيمستري. انا فاكر في الكيمستري كده ان انا لو جبت مثلا كبر سلفيت, تمام كبر سلفيت اللي هو انهيدرايت بيكون لونه وايت لما تيجي عليه الميه يبقى ايه يزرق. فحط كوبايه صغيره هنا كوبايه صغيره هنا جوه الصندوق ده من الاول يعني او الجلاس بيل ده من الاول حطه هنا واشوف هل يا ترى الكبر سلفيت هتتلون باللون الازرق. لو حصل ده فعلا اذا حضرتك هنا عندك ميه ودي جايه من الايه جايه من الترانسبيريشن النبات عمل. ايه اهميه الترانسبيريشن بالنسبه للنبات؟ يعني ايه النبات بينتح؟ النبات بينتح يا جماعه عشان يقلل درجه حراره الايه؟ درجه حراره النبات، ده وضع طبيعي خروج الميه في صوره ووتر فيبر كان النبات بالبلدي جدا بيحرق. طب وده يفرق ايه؟ يفرق انه النبات طول الوقت قايم نايم كده موجود في الشارع. فلو جيت في يوم من الايام الصانية وورم دايز انت كده بتعرض النبات لريسك لان السيتوبلازم فيه او البروتوبلازم فيه مع الحراره الشديده ممكن يتجمد ويتدمر. وطالما اتجمد او اتدمر يعني كل الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل هنا مش هينفع تحصل, وكده تقدر تقول كده وانت واثق في نفسك ان البروتوبلازم ده ديد مات خلاص. يبقى بالتالي لازم يبقى في حاجه زي ترانسبيريشن تو ديكريز الايه التمبرتشر بتاعت البلانت. كمان بقول انه الترانسبيريشن بيساعد على الاسنت of water and salt from the soil, بيساعد على صعود الميه زي ما خدنا قبل كده في الترم اللي فات كان عندنا ثلاث قوه بتساعد على صعود الميه كوهيجن. ايوه برافو عليكم. اديجن وترانسبيريشن او ترانسبيريشن اللي هي النهارده خروج الميه من الليف في صوره ووتر فيبر بيخلي عمود الميه اللي طالع متصل في الزايلم. طب من ايه؟ في الزايلم, والزايلم طبعا هيديه بعد كده الى طبقه الميزوفيل اللي هي موجوده فين يا شباب وبنات؟ موجوده في اللور سيرفيس من الليف. اللور سيرفيس من الليف ودي طبقه خدناها في الترم الاولاني النسيج الاسفنجي اللي بيكون ماله هذا النسيج بيكون ما عندوش كلوروبلاست كتيره وفي فراغات كتيره عشان يقدر يطلع الميه بصوره ترانسبيريشن او صوره ووتر فيبر. كمان بوضح انه بعض الاكسبيرمنتس اللي بتوضح ان الميه فعلا بتطلع
فاروق الزايلة. كلام سهل جدا وبسيط. عملت ايه يا جماعه؟ ادي ميه، ممكن تكون الميه دي مثلا فيها ميه ايه، ميه بالوان معينه يعني، وهنا ده عباره عن الزايلة وده عباره عن الليبس. اجي بعد كده الميه الملونه دي او اللي فيها صبغه معينه زي الغيوسين مثلا، هلاقي ان الفلاور او بعض الليفز اتلون شويه بلون الصبغه دي، يبقى ده دلاله على ان الميه طلعت جوه الستيم وراحت الى ايه؟ راحت الى الليف. وطبعا اشمعنى الليف؟ عشان الليف تعمل ترانسبيريشن، دليل على ان الورقه بتشد الميه عن طريق فقدانها للايه؟ فقدانها للميه بصوره بخار ميه، فاصبح الورقه فطيره بالميه فتضطر تسحب ميه عشان تعوض ما تم تبخيره. كمان بقول اكسبيرمنت بتوضح ان الميه بتطلع برضه بترانسبيريشن زي ما اتفقنا اهو. تجربه بقى ثانيه وجايبين هنا المره دي ده عباره عن زئبق طبعا، وده حامل، ادي ميه وادي حاطين حاجه رب تيوب. هتفرج كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الميه وهي طالعه اللي بيحصل الزئبق ده بيبقى بيحس بفراغ، ما هو الميه طالعه فعمود الزئبق هتلاقيه طالع شويه، دلاله على انه ايه؟ دلاله على ان الورقه بتشد الميه، او دلاله ان كميه الاوراق دي بتشد الميه وبتشكل ضغط، حاجه اسمها اسموتيك بريشر، او تسحب الميه، اسموتيك بول، بتسحب الميه. وهي بتسحب الميه طبعا هتلاقي ان عمود الزئبق طلع، يبقى ده كمان اداه تقول لك ان ترانسبيريشن ده مش سهل خالص، ده طلع ليه ضغط معين بيسحب من خلاله الميه. ودي كانت ايه؟ اكسبيرمنت بشكل تاني. اتمنى نكون استفدنا وما فيش اي اوبستكلز او مشكله معانا. ربنا معاكم وتكونوا بخير. وزي ما شفنا الكلاينت ازاي بيعمل اكسكريشن اوف ويست برودكت اللي اتراكمت جواه، وازاي ان هي مش بتعمل سيريوس بروبلمز لو حصل اكيوميليشن بنسب معينه، هو ازاي بيقدر يتخلص منها. وخدنا عمليه جديده مهمه قوي اسمها ترانسبيريشن، وهو كانت معناها loss of water in the form of water vapor. ولازم اصر واقرر هذا المعنى مهم جدا، يعني ابقى عارف النبات بيخرج الميه في صوره water vapor او بخار ميه. وازاي النبات كان بيرطب على نفسه من خلال الميه اللي خارجه دي، وازاي كان بيستخدمها في انه بيعمل ascending او بيطلع الميه من الروت لحد ما توصل ليف عشان يتمم عمليه الفوتوسينثيسيس او عمليه البناء الضوئي. اتمنى نكون هنا وقفنا عند نهايه يونت او شابتر 4، وما يكونش في اي مشاكل او يكون في اي مس اندرستاندينج او حاجه. ان شاء الله لو في اي حاجه دايما على تواصل مع بعض. اشوفكم على خير وكونوا بخير في حلقه جديده من حلقات البايو ان شاء الله.